الاحساس ديالي الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كيجازي الواحد على المثابره والعمل والشهاد والاخلاص. الحمد لله هادشي تحقق. كنتمنى حنا نبقى غادي في المنوال الصحيح وحقق المنتخب انني المره الثانيه ديالي ضمن المنتخب المغربي. وكنشكر الجميع اللي ساهم واللي عاوني باش نوصل لهذا المرتبة. نشكرهم بزاف بزاف. واولا الحمد لله يعني تشريف لينا كلاعبين داخل باش تكون ضمن زعما اللاعبين الافارقه في هذا الموسم هذا، فهو بالنسبه لنا تشريف كبير. جاء عن واحد العمل كان كبير طيله الموسم، فمشكورين يعني جميع مكونات نادي الوداد على هذا العمل اللي داروا هذا الموسم هذا باش يقدر يخول لينا نجيو نحضروا في هذا الموسم ونتوجوا زعما بجوائز فرديه ولا جماعيه. فان شاء الله نتمنى ان شاء الله يتكونتينا هذا العمل وتكونتينا هذه الخدمه اللي درنا هذا العام، باش دائما ان شاء الله نكونوا ودائما الحضور ان شاء الله في هذه المناسبات ان شاء الله. ومشكورين الناس الجامعه اللي كيديروا واحد العمل كبير في هذا الموسم الاخيره، باش شفنا زعما مجموعه المناسبات كانوا كبار تنظموا في المغرب، فهذا الشيء كيعطينا واحد التشريف اللي كبير للمغرب وكيعطي واحد التطور كبير للمغرب. مشكورين على العمل اللي كيديروا، مشكورين على العمل اللي كيديروا بزاف، ونتمنى كيف قلت لك نتمنى ان شاء الله نطوروا اكثر ان شاء الله ونكونتينيو هذا العمل هذا باش نبقاو دائما الحضور ان شاء الله في هذه المناسبات ان شاء الله. تابعوا حساباتنا على مواقع التواصل، فعلوا جرس التنبيه واشتركوا في القناة. لوماتان سبورتس، نظرة جديدة للصحافة الرياضية.